سامي الأستاذ سامي عاشور نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، السادة الأفاضل أعداء مجلس النقابة العامة، السادة الأمراء الفرعيات، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيادة النقيب، هذه رسالة الشباب المحامين القانونية أحملها لسيادتكم. لقد فعلتم بنقابتنا خيرا حين صدر قراركم الأول في عام 2016 بخصوص تغطية جداول السادة المحامين من غير المشتغلين وما تلاه من قرارات، وقد ظهر أثر تلك القرارات جليا واضحا كالشمس في كبد السماء، فأصبح جدول المحامين خاليا إلى حد كثير من غير المشتغلين. ونحن نعلم أن من هؤلاء من قاموا بالتحايل على هذه القرارات، فنلتمس من سيادتكم الوقوف والبحث والتحري عليهم، لأننا نحن رجال القانون لا يصح منا أبدا أن تصدر منا تلك الأفعال. وقد فعلتم بنقابتنا خيرا أيضا حين وقفتم في وجه فكرة هذا الزمان وفي الوباء الذي كان يريد أن ينتشر في جدار نقابة المحامين وهو التعليم المفتوح، ورغم كل ما كان في هذا الموضوع من تحديات وصعوبات ووقفات واحتجاجات وأحكام، كان الرد واضحا جليا صريحا: لن نسلم نقابة المحامين إلى غير المشتغلين. ولكن سيادة النقيب، شباب المحامين يأملوا في عدة أمور نريد أدعوها في الاعتبار في الفترة المقبلة. الأمر الأول، قطاع الشباب يعاني كثيرا في بداية حياته من أمور كثيرة يعلمها القاضي والداني، منها على سبيل المثال وليس الحصر قلة الموارد في البداية، ارتفاع سعر الكتب القانونية، غلاء المعيشة. فنريد توجيه الجزء الأكبر من دعم النقابة العامة إلى شباب المحامين. الأمر الثاني، يريد شباب المحامين تفعيل اللجان الموجودة في النقابة العامة، لجنة الحوار والشؤون السياسية ولجنة الحريات. ونقصد هنا بالتفعيل أن تكون لهذه اللجان اتصالا مباشرا مع شباب المحامين دون الوساطة من أي كيانات سواء كانت نقابية أو شبابية، فنقابة المحامين هي ملك لكل محامين مصر. الأمر الثالث، يريد شباب المحامين من سيادتكم وضع مزيدا من الضوابط في بداية الالتحاق بكل نقابة المحامين، فنقابة المحامين لا تقل عن الهيئات القضائية حتى لا تكون نقابة المحامين هي الخيار الأخير لمن ليس لديه أي اختيار. أما الأمر الرابع والأخير حتى لا أطيل على سيادتكم، فشباب المحامين يريد أن يمارس دوره السياسي والوطني، فنريد من سيادتكم توقيع الاتفاقات مع شتى أجهزة الدولة كي يشارك شباب المحامين في المؤتمرات والندوات التي تتبناها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة كي تفرق المتأهلون الذين يقودون البلد، فشباب المحامين هم أولى بقيادة البلد في هذه المرحلة. سيادة النقيب، الكلمة نور وبعض الكلمات قبور، فمفتاح الرجل هو الكلمة ودخول الجنة في كلمة، بالكلمة يستحل الرجل عرض المرأة، فالكلمة هي سر يؤتوى، الكلمة هي نبل يهتدي به الجنس البشري، فالكلمة هي فرق بين نبي وبضي، فقضاء الله تعالى هو الكلمة، وعيسى ابن مريم عليه السلام ما كان غير كلمة. وشكرا لسيادتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.